كنبيعوا ان شاء الله في هذه الانواع ديال الاعشاب، انواع ديال الاقامه، الاعشاب ديالها تيكون لهم يابسين ولا شي كلهم مخلط، اللهم بارك. الحركه راه على الصعيد العالمي ماشي غير مراكش يعني، ولكن خصوصا هي مدينه مراكش دابا كتعاني بزاف، ماشي بحال المدن الاخرى، حيت خصوصا جامع فينا كيعتمد على السياحه، الا ما كاين السياحه راه ما كاين والو، كاين السياحه راه كتحرك سواء الداخليه سواء الخارجيه، يعني الا كان السياحه الداخليه تا هي اللهم بارك كتعاون، ملي كتكون مثلا يعني دابا هي السبت والحد كتحرك فيها السياحه راه كتكون رغوه شي شويه. كنبيعوا الاعشاب كلها بحال مرد الدوس، السالميه، العطرجات، ميجاف، ليو، لويزا، حبق الزيدانيين، نعناع الصوفي، الاقامه في الليويه العاديه، البروج واليابس، بحال هكا الاعشاب ديال اتاي كلها هما فيهم الخزامات، الزعتره، كمون الصوفي، الورد، الليو، الاعشاب ديال اتاي مخلطين، لويزا، المهم داكشي مخلط اللهم بارك. هي دابا قبل كورونا هي كاين الفرق، وما من بعد كورونا القضيه كانت الحمد لله كانت غاديه مزيانه، وانا اختاريت هذه الحرفه عيد، انا اصلا كنت يعني وردت على الاب ديالي، يعني الاب ديالي كان كيزول هذه الحرفه وخديتها عنده، وريت كنوجد الناس اللي كيشوفوا فيني اللي بغى يجي عندنا مرحبا به، يعني هذا الشيء راه ما يخاف منه والو، هذا الشيء راه طبيعي راه ما كاين لا والو يحزنون، الشيء راه طبيعي 100%. شحال من عام هذا الحمد لله وحنا عايشين في هذه الساحه، نبيع ونشريو فيها. لا قسم الله تنتجو منها القوت ديالنا حنا وليداتنا وحنا العائله وكل شيء. ايوا الناس تجي كل تجي عندنا النعناع يوميا، كاينين الكليه اللي تيتجو يوميا، النعناع تيتجو تخلطات بحال مردوش، العطرشه، السالميات، اللويزا، تيميجا. الحمد لله دابا على كل حال خير من الاول. دابا كما كان الحر تيجب الله البركه بعد المعيشه باش يعيش بنادم. اخويا الاعشاب كاينه اعشاب اللي سخونه، الناس اللي تستعملها على حسب البروده، كاين الناس اللي الا ما شربش هذا النعناع هكا ومع الدخلت هكا ما تكونش عنده الطبيعه ديالو. لا كاين البعض، كاين البعض اللي تيشرب النعناع، وكاين البعض اللي تيشرب غير اتاي السك بوحدو، وكاين اللي تشرب هي تخلطات بوحدهم بلا نعناع. ايوا الأثمنة بالنسبة حنا على حساب السوق، السوق كان مرة تيجيبوا النعناع بدرهم تنبيعوه بديك درهم ونص، 25 ريال، كل نهار على حسب السوق كيداير.